راح نقول له هو حقنا الأهم هو التأهل النهائي. شفتوا حكم مباراة كان قاسي علينا وين زاد بزاف وقت بدل ضائع، ما كانش وقت ضائع في الشوط الثاني. الحمد لله آمنا إلى آخر دقائق وحنا حقنا التأهل إلى النهائي. والله نحن فرحوا بالتأهل دوكا إن شاء الله، وعندنا يومين حضروا كمان باغي للنهائي.